بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. مثل ما تلاحظون ارتفاع مناسيب شط الحلة، ارتفاع يعني نقدر نقول عليه ممتاز، مياه السيول والأمطار. بس ب 2019 اخوان المي صعد حتى للكتف هذا، يعني هذا من ضمن الشط بسبب شحة المياه، نزلت المياه الأقل من هذا الشيء. بس هسه ما شاء الله يعني مقبول، كان المي يصعد على هذا الأكتاف هاي، هسه حاليا نازل بحدود مترتين، أما بالصيف ينزل حتى 4 أمتار. المي ما شاء الله مي سرعة مالته ممتازة، بس للأسف يعني تمنينا يكون هذا المي يروح للتخزين. الخزن السدود او مياه الآبار هذا يطلع قبل، يعني ما بيعي فائدة، لان على طول مسار الشط ماكو زراعة، ممنوع. شوفوا هذا نهر يروح للبساتين، لو بساتين تم فالفائدة مالته ما اعرف شنو، راح تروح هذا المي، مي نظيف وجديد وتقول مي مخزن مي ميت وتتخلص من عنده، لا مي كله جديد، هذا دا يروح الى لا نهاية. يعني المفروض لو يوقفون اسبوع يترسلهم بيسد هذا، هم ما اعرف بالمي والتخزين مالته. 2019 صعد حتى صعد البساتين، يعني عبر هذه الاكتاف، بس كانت سنة مطرية ما شاء الله ممتازة، كانت تغرق حتى البيوت، يوصل ارتفاع متر متر ونص. هاي السنة كل شيء ماكو، هاي 4 سنوات راحت لو شكر، صار أمطار قوية والسيول بالشمال وهذا خير السماء. ماكو كري، يعني شوفون الشطوط عبارة عن قصب، ماكو كري لا تنظيف، تدرون هذا جدي يسحب مي هذا القصب على طول الشط. طبعا خلي اشوفكم واشوفكم مقدار الشط، هذا الشط ثلثين فيه مي وهذا الثلث بعد ما بيه مي. شوفوا هذا من ضمن الشط اخوان، هذا كان زمان النظام السابق، هذا كله ينكري، فمن ينكري يصير كانما نقول يعني بحيره او سد. اما الان لا، شوف والله احتمال تقريبا ثلث من الشط ما مستغل وما كارينه، مفروض ينكري، وهاي وقفتي مصر هنا الصير وقفتي هناك، هذا الصحيح. شوف القصب وين وصل، شوف المت ناشد المت تقول هذا الشط ينكري من بدا من سدة الهندية لحد وعنده يكرون يسوون الكورنيش البابل، هذا كله يتنظف، بحيرة مجانية. يعني لو يطلبوا فرصة استثمارية هسه يجون العالم بالشفلات وبالحفارات ينقلون هذا الرمل كله، رمل شط. بس ما اعرف ليش هيجي هذا، الحمد لله وشكر رجع الشط ورجع مراس المي مالته وخير من الله، بعد ما توقعنا راح يموت وراح ينقطع بين المي، لا رحمة السماء موجودة بفضل الله، الحمد لله وشكر. بس يحتاج لإدارة، إدارة حكيمة يكفي هذا المي كل العراق، هذا الشط
حسب خبرتي انت واضعه تكفي كل العراق. لاحظون سرعة مال المي لما تشوفوها. طبعا انخفاض بالحرارة هاليومين ثلاثة، يعني 4 درجات مئوية تستمر لمدة 3 أيام 4، وبعدها تودعونا ان شاء الله الشتاء ويجينا يحل الربيع بالأيام القادمة. شعبان السنة 2024 بشهر الثاني، بس اليوم جاي بالشهر ما أدري 27 28. طولنا بالمقطع، تحياتي والسلام الجميع، مع السلامة.